ثورة 11 من فبراير في البحرين، والتي تأتي فقط بعد 3 أيام من ثورة 11، ثورة 14 من فبراير في البحرين، والتي تأتي بعد 3 أيام من ثورة 11 من فبراير في اليمن. تلك الثورة التي توجت بانتصار في 21 من سبتمبر في العام 2014. وهذه الثورات أيها الإخوة لم تكن وليدة يومها، بل كانت نتيجة طبيعية لوعي مجتمعاتنا العالي بخطورة المرحلة التي تمر بها الأمة، ولتراكمات كبيرة من الاضطهاد والاستبداد الذي مارسته الحكومات والأنظمة العميلة بحق شعوبنا، بل وهرولتها لتنفيذ مشاريع وأجندة الاستكبار العالمي من خلال التعاون وفتح العلاقات مع أعداء الأمة وبيع قضاياها الكبرى، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية، إضافة إلى نهب ثروات الأمة ومقدراتها وتسليمها إلى الأعداء من جهة، ومن جهة أخرى جعل هذه الثروات بيد القلة الحاكمة التي استأثرت بالخيرات وتحكمت في المقدرات واستحكمت على الثروات وتسلطت على رقاب الناس، تسلط المتجبرين المستكبرين الطواغيت، فطغوا في البلاد وعاثوا في الأرض الفساد، وظلموا وتجبروا على العباد. ومن مثل ذلك البحرين الجريح، إذ دائما ما يدين السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله كل الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا العزيز في البحرين، إذ يقول يحفظه الله: إننا ندين ما يرتكبه النظام الظالم في البحرين من جرائم بحق الشعب البحريني المظلوم. فما كان من صحوة المؤمنين بعد هذا كله إلا النهوض في مواجهة المستكبرين واستنهاض الأمة والمستضعفين لإزالة الظلم والفساد عن المظلومين والمساكين، وإقامة العدل في أرض الله، وإزاحة الفساد عن واقع الحياة. ولقد كان تحركاً جماعياً كفيلاً بإعادة خارطة المعادلات وترميم من دثر من الحسابات، وأملاً للمستضعفين في استعادة حقوقهم المسلوبة واستعادة ثرواتهم المنهوبة وإعادة الأمور إلى نصابها والأمة إلى وضعها الطبيعي لها، بإيمان عالٍ وبصيرة فذة وأبرزتها الأحداث وصقلتها التجارب والأيام. ولأن العدو يدرك خطورة ذلك عليه وعلى عملائه الذين ينفذون أجندته، فقد تحرك تحرك آمر لمن يدعون أنهم أمراء، موجها لمن يدعون أنهم موجهين، فجيش الجيوش وحرك الأساطيل واستنفر العدد والعديد وجلب المرتزقة من كل مكان لتظهر الأمور على حقيقتها، بل وأظهر ذلك من خلال تحالف مزعوم بينه وبين إسرائيل، هو تحالف الخدم بالمخدوم وتحالف المتولي لأمريكا وإسرائيل. فكان من جعلوهم حكاما لنا فقط مجرد أدوات تؤمر ولا تأمر وتنفذ ما يملى عليها. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله: الأمريكي يتبنى الدور السعودي على مستوى حمايته للبقاء وعلى مستوى إدارته في لعب هذا الدور التخريبي والإجرامي الذي ينفذه هو والإماراتي في اليمن وفي غير اليمن، ضد الشعب اليمني وضد بقية الشعوب العربية ومن بينها البحرين، وهذا واضح.
أيها الإخوة الأعزاء، إنه وبعد 8 سنوات من الثورة في البحرين، وبعد مرور 8 سنوات أيضاً على الثورة في اليمن، يتجلى يوماً بعد آخر خطورة المرحلة التي تمر بها الأمة، والله وحده يعلم ماذا لو لم يكن في بلداننا ثورات وصحوات وقادة حكماء وحركات جهادية، كيف سيكون حال الأمة وما هو مصيرها؟ إن حجم المؤامرات التي تمر بها الأمة من تطبيع مع العدو في سفك الدماء أبنائها وتدنيس مقدساتها وسجن علمائها ومشائخها المؤمنين ونهب ثرواتها وكبت الحريات وتغيير الخارطة الاجتماعية وطمس الهوية الإيمانية وتثقيف أبناء الأمة بالثقافة الغربية، والتي كان آخرها عقد مؤتمر وارسو الذي حرص الأعداء على أن يعقد في العلن بعد أن كانوا يقومون بهذه المؤتمرات في السر. إن هذا كله ليحتم علينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً في هذه المواجهة، وتسخير كل الطاقات وتوفير كل الإمكانات وشحذ الهمم، لنكون بمستوى التحدي الذي يبدأ بالمعرفة الكاملة بالعدو ومخططاته وماذا يريد، والعمل على مواجهتها بكل الإمكانات المتاحة وبالمستطاع، حتى نكون جديرين بنصر الله الذي لا يمنحه للمتقاعدين ولا للمتقاعسين ولا للمتخاذلين ولا للمتفرقين، إنما يمنحه لأولئك المجاهدين المؤمنين الصابرين الملتزمين بنهج الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والنفير هنا يتطلب أن كل واحد منا يجب أن يتحرك في ميدان عمله، في ميدان مواجهته، جهادا في سبيل الله وابتغاء لمرضات الله ودفاعا عن المستضعفين وتحريك للمؤمنين، في كل في مجال عمله، إن كان في المجال الثقافي أو الفكري أو العسكري أو الإعلامي أو السياسي أو الأكاديمي. فالأعداء يخوضون ضدنا حروباً متنوعة ومتعددة أيها الإخوة الأعزاء. ونتيجة لما حصل في مؤتمر وارسو، لقد دعا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بالأمس جماهير الشعب اليمني للخروج في مسيرات كبيرة يوم غد الأحد، ستخرج بالملايين في كل محافظات اليمن، من صنعاء إلى صعدة إلى الحديدة إلى إب إلى كل محافظات اليمن، سيخرجون بالملايين. ذلك أن على كل فرد منا أن يعلن موقفه وأن يقف الموقف الصحيح والموقف العادل، وإذا لم نحرك نحن الشعوب فإن العدو هو من سيحركها، لنفقه ذلك، لنعلم ذلك. لذلك نجد في اليمن رغم أن الثورة انتصرت قبل 4 سنوات وشن العدوان، وبالرغم من وجود العدوان إن الجماهير اليمنية الواعية المؤمنة تخرج بالملايين في كل شهر وفي كل مناسبة، سواء أكانت مناسبة وطنية أو مناسبة دينية، إذ وجب علينا أن تتعدى أهدافنا ورؤانا ومشاريعنا حدودنا الجغرافية، لنلتقي مع المؤمنين على قلب رجل واحد، تكون رؤيتنا واحدة وخططاتنا واحدة، أعمالنا موحدة، لأن العدو واحد وهو يستهدف أن يستفرد بكل حركة وبكل منطقة وبكل دولة على حدة كي يسهل عليه القضاء علينا. في الأخير أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج والنصر العاجل لأمتنا جميعاً ولشعب اليمن وللبحرين ولجميع المستضعفين، وإن شاء الله أن تعود هذه المناسبة والبحرين قد انتصر إن شاء الله
على الزمرة الحاكمة الظالمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.